هل مريض الكلى يقدر يصوم رمضان ولا لا؟ الإجابة حسب درجة الإصابة في الكلى، بمعنى إن أمراض الكلى دي ما هياش شيء واحد، ده مجموعة كبيرة من الأمراض، درجات متفاوتة من الشدة، المرض الشديد غير المرض الأقل وطأة وغيره، مريض زارع ومريض عنده قصور ومريض بيغسل غسيل دموي، مريض عنده التهابات في كويبات الكلى، يعني كل طيف من أطياف الكلى ليه يعني شيء معين. لكن القاعدة العامة أيوة يقدر يصوم طالما لن يكون هناك ضرر على المريض نتيجة هذا الصيام، بمعنى لو أنا يعني في قصور في الكلى من الدرجة البسيطة المتوسطة، الدرجة احنا عندنا القصور الكلوي أو الفشل الكلوي يعني يصنف إلى 5 درجات، الدرجة الأولى والتانية حتى الخامسة، والخامسة دي بعدها غسيل. فلو أنا مثلا في الدرجة الأولى والتانية وظائف الكلى بتاعتي مرتفع ارتفاع مش عالي قوي، وفي نفس الوقت ما عنديش أمراض أخرى مصاحبة زي مثلا السكر أو عدم وجود زلال في البول، أو إن أنا مصاب بأمراض أخرى تستدعي أخذ أدوية مقسمة مثلا على بقية اليوم، ممكن أصوم بشرط إن أنا أحافظ على إن ما يحصليش جفاف، بمعنى لو اليوم طويل قوي أحاول أبقى بأخر جدا السحور لحد ما قبل الفجر مباشرة، وأبكر جدا بالإفطار، وأشرب كميات مية جيدة ما بين الفطار لحد الإمساك أو لحد الفجر عشان أعوض الجفاف اللي حصل. مرضى أخرى مثلا زي مريض زراعة الكلى، مريض زراعة الكلى عنده برضو مشكلة الجفاف، دي حاجة مهمة، لكن في مشكلة أخرى عنده تزيد عليه، أنه بياخد أدوية تثبيط المناعة. أدوية تثبيط المناعة ليها مواعيد محددة جدا ولازم تتاخد مواعيد أكيرت قوي. لو حصل ان المريض مثلا يوم طويل قوي صيام 16 ساعة مثلا ايام ما كان يعني اطول من كده، كنا بننصح المرضى بتوعنا انه ما يفضلش انه يصوم، لانه ساعتها بياخد الدواء في المدة القصيرة المتبقية من اليوم اللي هما 8 ساعات، ودي الحقيقة ما بتخليش المريض يبقى عنده الوقت الكافي ما بين الدواء بتاع تثبيط المناعة والجرعة التي تليه، فيحصل زيادة جدا في الجرعة في فترة الافطار ثم نقص شديد للجرعة في فترة الصيام، فممكن عين يخش في رفض أو يخش في تليف للكلى دي نتيجة الدواء. لكن بما أن اليوم بدأ يبقى إلى حد ما يعتدل شوية، إحنا السنة دي هيبقى في حدود يعني أقل أو أكثر في حدود 14 ساعة، ممكن يبقى 13 وشوية أو كده، ممكن بالذات مع وجود أدوية دلوقتي ظهرت بتستخدم مرة واحدة في اليوم بالنسبة لتثبيط المناعة، فده يدينا فرصة ان احنا نستخدم هذا الدواء اللي هو المثبط للمناعة على مدار اليوم مرة بعد الفطار مثلا، ويقدر بس برضو يراعي انه ما يصوم، ما يكونش متعرض لكفاف، ما يكونش مثلا شغلانته تستدعي انه يقعد في حتة فيها حر شديد او مجهود عضلي كبير عشان ما يأثرش على الكلى. القاعدة الاساسية اللي ربنا حطها قبل ما العلم حتى يقولها انه لا ضرر ولا ضرار، وإن ربنا مدي على الذين يطيقونه، اللي هو ممكن يكون مريض بتاعنا ده اللي هو يطيقونه اللي هو يستطيع الصيام بس هيبقى فيه مشقة عليه وممكن يؤدي إلى تعب، ده غير المريض الصريح، المريض دوت لا ده خلاص ده ليه رخصة، لكن الذين يطيقونه هم المرضى بتوعنا اللي عنده حاجة مزمنة وممكن ما يعرفش يعوض في المستقبل، وكمان لو صام وأصر يبقى فيه ضرر جسيم عليه ممكن يأثر على هذه الكلى.